ها هي مؤسسة مهرجان أنجلا للتراث تجدد اللقاء بكم من خلال الدورة الثانية لمهرجان أنجلا للتراث المنظمة تحت شعار التراث الجبلي غنى ثقافي وصوفي في خدمة التنمية. وبهذه المناسبة نرحب بضيوف وزوار مهرجان أنجلا للتراث والذي يهدف إلى الاهتمام بالموروث الثقافي والحضاري لإقليم الفحص أنجلا والتعريف بما يظهره الإقليم من عادات وتقاليد وإيمانا منا بأنه لا تنمية بدون ثقافة. أردنا أن نساهم بدورنا في التنمية المحلية من خلال الشعار الذي اخترناه للمهرجان. وبهذه المناسبة لا بد أن نقدم الشكر للسلطات الإقليمية والمحلية لعمالة إقليم الفحص أنجلا وعلى رأسها عامل إقليم الفحص أنجلا وأطر العمالة ورئيس دائرة أنجلا وقائد قيادة أنجلا، كما نثمن جهود السيد رئيس المجلس الإقليمي فحص أنجلا وانخراطه الجاد في إنجاح هذا المهرجان. كما نشكر مجلس جماعة أنجلا ومؤسسة طنجة المتوسط وشركة أكوا باور خلادي ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فمرحبا مجددا. فيما يخص كلمتي بهذه المناسبة فقد سبقني الأخ رئيس مؤسسة إلى كلمته وأشار بالمناسبة إلى أهداف هذا المهرجان والغايات المتوقعة منه، وأنا بدوري أريد فقط أن أعطي إشارات من خلال هذه الكلمة المقتضبة المرتجلة. أولا فيما يخص العنوان، عنوان الذي اخترتموه فقد كنتم موفقون جدا، بحيث أن المهرجانات يجب أن تخدم التنمية، وفعلا اخترتم موضوع جد مهم وهو الموضوع المتعلق بالصوفية، الصوفية بإقليم الفحص أنجلا. ومن خلال هذا المهرجان ستنظم ندوة خاصة بالطرق الصوفية بإقليم الفحص أنجلا، وحبذا لو أن اللجنة العلمية المنبثقة عن مؤسسة أنجلا للتراث تقوم بتوثيق هذه الندوة ومن خلالها تقوم أيضا بتأليف كتيب يرصد لنا الطرق الصوفية بإقليم الفحص أنجلا عبر التراث عبر التاريخ وخصوصا بأنجلا. ونحن نعلم جميعا هناك عدة طرق صوفية بأنجلا وتحتاج إلى توثيق، فحبذا لو أن اللجنة تقوم بتوثيقها وتأليفها في كتيب يوضع بخزانة مؤسسة مهرجان أنجلا. هذا أولا. ثانيا الإشارة التي أشرتموها من خلال العنوان وهو أن المهرجان في خدمة التنمية، فأنا متفق معكم تماما. فالتنمية ليست فقط هي المسؤول عنها جهة معينة، وإنما الجميع مسؤول عن التنمية، والجميع يجب أن ينخرط في التنمية من سلطات محلية وسلطات إقليمية وهيئات منتخبة، سواء الجماعة الترابية أو المجلس الإقليمي أو الجهات، ولا ننسى كذلك الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات في التنمية المحلية. وبهذه المناسبة أود أن أشكر كل جميع رؤساء ورئيسات جمعيات المجتمع المدني للإقليم على الدور الذي يقومون به في خدمة التنمية للإقليم، سواء جمعية هذه التنمية ويتعاون سواء مع السلطات المحلية أو مع الجماعة الترابية أو مع المجلس الإقليمي لفحص أنجلا أو مع الجهة. فأهنئكم بهذه المشاريع التي سترونها قريبا على أرض الواقع، وأتمنى المزيد من التنمية بأنجلا ولجميع إقليم الفحص أنجلا، وشكرا لكم جميعا وبالتوفيق إن شاء الله لمؤسسة مهرجان أنجلا للتراث. شكرا لمهرجان أنجلا للتراث على هذا التذكار وعلى هذه الصور المعبرة والرائعة. شكرا للأستاذ المسيح.
شكرا جزيلا لمكتب مؤسسة أنجرا للتراث، وهذه هدية مني لجميع أعضاء مجلس إقليم فحص أنجرا، ونعتبره فخرا لنا بهذه الهدية الجميلة ومتمثلة في الجمع ما بين الأصالة والمعاصرة، ليس بمفهومها السياسي وإنما الأصالة والمعاصرة المتمثلة في المنديل الذي يرمز إلى ثقافة ساكنة أنجرا وساكنة إقليم فحص أنجرا وكذلك الدرع الواقي. شكرا لكم جزيلا. شكرا. إذن وفعاليات المجتمع المدني، كما أشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد لتحقيق هذا الإشعاع الثقافي والحضاري لجماعة أنجرا من خلال التعريف بتراثنا وبروتنا الثقافي ليأخذ مكانه الذي يليق به وما يستحقه على غرار باقي التقاليد الوطنية والجهوية والمحلية. إن المهرجان في نسخته الثانية يساهم اليوم كما ساهم في نسخته الأولى بالتعريف بهذا الموروث والتراث الأنجري ليسافر نحو باقي ربوع المملكة والعالم. إنها رسالة سلام ومحبة وتعاطي مع الجميع. وقبل الختام لا يفوتني أن أوجه الجمعية الرياضية وباقي الفرق المتبارية والمشاركة امتناني وتقديري للجميع على مساهمتكم الروحية بالشأن الرياضي بالجماعة وباقي شركائها. وفقكم الله في عملكم، والجماعة لن تدخر جهدا لتحقيق النجاح والإشعاع لهذا الحقيقة. السبب ديالو أنا جيت هنا حيت دائما يبحث عن المؤسسات الفاعلة والجادة من أجل دعم إقليم الفحص أنجرا ودعم جماعة الخميس أنجرا لنصفق على ابن المتجر الفاعل الجمعوي والإعلامي المتميز الغيور على أبناء المنطقة الأستاذ رشيد العشيري من أجل تسليم تذكارنا ومنديلنا لرئيس جماعة الخميس أنجرا بهذه المناسبة. إذن حقيقة يستحقون منا كل التقدير. هو من مواليد قبيلة أنجرا ومتجر الحمومي. لنقف وقفة احترام لهذا الهرم الإعلامي، لهذا الهرم الثقافي، لهذا الهرم العلمي المتميز الأستاذ عبد السلام فيغو. إذن ننادي على الأستاذ عبد السلام فيغو من أجل تكريمه في هذه المحطة وهذه الدورة، الدورة الثانية لمهرجان أنجرا للتراث، السيد رئيس المجلس العلمي لإقليم الفحص أنجرا والأستاذ القدير المحبوب بمدينة الرباط بجامعة محمد الخامس. شرف لنا أن يكون هذا الهرم من مواليد قبيلة أنجرا. فأي أنتم يا من تقولون أن أنجرا لم تلد ولا يوجد بداخلها أي إطار وتنتشر فيها الأمية؟ ها هو أحد الكفاءات العلمية والذي يشهد بكفاءة الكثيرين من الشباب الذين هم أبناؤكم وأنتم ضيوفنا الكرام، لنصفق بحرارة على هذا الهرم العلمي. وأنادي من أجل تسليم تذكار تكريمي له الأستاذ ممثل عن عمالة إقليم الفحص أنجرا السيد رئيس دائرة أنجرا، لنصفق عليه وبحرارة وعلى المجهودات الكبيرة. هو من مواليد قبيلة أنجرا ومتجر الحمومي. لنقف وقفة احترام لهذا الهرم الإعلامي، لهذا الهرم الثقافي، لهذا الهرم العلمي المتميز الأستاذ عبد السلام فيغو. إذن ننادي على الأستاذ عبد السلام فيغو
من أجل تكريمه في هذه المحطة وهذه الدورة، الدورة الثانية لمهرجان أنجرة للتراث، السيد رئيس المجلس العلمي لإقليم الفحص أنجرة والأستاذ القدير المحبوب بمدينة الرباط بجامعة محمد الخامس. شرف لنا أن يكون وأنادي من أجل تسليم تذكار تكريمي له الأستاذ ممثل عن عمالة إقليم الفحص أنجرة السيد رئيس دائرة أنجرة.